انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية. وزير الخارجية اليمني يؤكد تمسك الحكومة بتسليم ميناء الحديدة. الشرطة الفرنسية تفرق المتظاهرين المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود. الثانية دورا، 12 بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم. انطلقت المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير المعدية في 11 محافظة. هذا وأوضحت وزارة الصحة أن المرحلة الثانية تستهدف مسح حوالي 20 مليون مواطن من خلال 1877 نقطة مسح ثابتة على مستوى تلك المحافظات. أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 وتسليم ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية، مشددا على أن الحديدة جزء عزيز من البلاد ولا يمكن التخلي عنه. هذا وأوضح اليماني أن الحكومة اليمنية وضعت في وقت سابق مبادرة من 4 نقاط سميت مبادرة الحديدة، تطالب بخروج الميليشيات الحوثية من الساحل الغربي بالكامل وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية. أعلن مركز الإعلام الأمني بالعراق أن القوات الأمنية تمكنت من تفجير 83 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار. هذا وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول إن القوات فجرت 40 عبوة ناسفة في تقاطع السلام، كما فجرت 32 عبوة ناسفة أخرى خلال عملية تفتيش في منطقة البوحسان، إضافة إلى تفجير 11 عبوة ناسفة في منطقة البوعبيد. اندلعت اشتباكات بين متظاهري حركة السترات الصفراء والشرطة الفرنسية بالعاصمة باريس احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات. هذا ودفعت السلطات بأكثر من 5000 شرطي لمواجهة المتظاهرين، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر الحكومة. قدمت قبرص احتجاجا لدى الأمم المتحدة على ما وصفتها بالانتهاكات المستمرة من قبل تركيا للمجال الجوي والمياه الإقليمية لها. هذا واعتبرت قبرص في وثيقة الاحتجاج أن ممارسات أنقرة لها تأثير سلبي على الاستقرار الإقليمي ويعرض سلامة الطيران المدني الدولي للخطر، فضلا عن خلق صعوبات في الحركة الجوية فوق قبرص. هذا وطلبت بالوقف الفوري لهذه الممارسات. نهاية هذا الموجز. للمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv.